رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. نبدأ مع النفط اليوم، يعني تراجعت أسعار النفط بعد صعود استمر أكثر من جلسة بضغط عمليات لجني الأرباح. برأيك ما نقطة الدعم للنفط؟ إذا بنتحدث عن نقطة الدعم، طبعا النفط تمكن من تجاوز مجموعة من مستويات المقاومة المهمة، والآن تحولت إلى مستويات دعم. لعل أقرب مستوى تقريبا هو عند مستويات 52.50 تقريبا أو 52.80 على وجه التحديد بالنسبة للـ WTI، وبالتالي لا يزال الترند العام صاعد بالنسبة لأسعار النفط حاليا، وأي هبوط هو مثل ما ذكرتي عمليات جني أرباح. بنفس الوقت هو مناسب جدا للعودة بالاتجاه الصاعد مجددا والاستقرار فوق مستويات الـ $55 للبرميل، وارد جدا قبل نهاية تعاملات هذا العام. نعم، أيضا بالنسبة للذهب، برأيك ما مستويات الدعم للذهب؟ حقيقة يعني الذهب يتعرض لضغوط كبيرة بنتيجة توافر الفرصة البديلة الاستثمارية، ويعني وجود الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين إجمالا، لذلك الذهب معرض لمزيد من الضغوط بالاتجاه المنخفض، وممكن أنه أقرب مستويات الدعم قد تكون عند الـ $1,250 للأونصة، لكن الاتجاه العام لا يزال يعطي إمكانية الهبوط أكثر نحو مستويات الـ $1,214 للأونصة، حتى نفكر بإمكانية الارتداد مجددا أو يمكن يكون هناك فرصة بالارتداد نظرا مثل ما ذكرنا قوة الدولار الأمريكي، وجود الفرصة البديلة، انخفاض جاذبية الذهب كملاذ آمن لدى المستثمرين. نعم، قبل قليل كنا نتحدث عن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، توقعاتك له، أيضا توقعاتك للدولار الأمريكي وللدولار والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. طبعا نحن انطلق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، غدا ننتظر إعلانات أسعار الفائدة، وأيضا يعني بشكل مهم جدا التطلع لإمكانية أن يكون الرفع الثالث هذا العام في شهر ديسمبر، بالتالي مهم جدا ما يتمخض عنه هذا الاجتماع، كذلك نظرة الفيدرال الأمريكي لمستويات الأخيرة التي صدرت أو للبيانات الأخيرة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان في مجملها إيجابي. يعني الاقتصاد الأمريكي كأداء رأينا الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع في الربع الثالث، يعني إجمالا مفردات الاقتصاد جميعها عم تجينا بقراءات إيجابية نوعا ما، وهذا يعطي تفاؤل بإمكانية المسير بشكل أكبر بتشديد أسعار الفائدة ورفعها بشكل أكبر خلال على الأقل العام القادم مع رئاسة جديدة ورئيس جديد للفيدرال الأمريكي. نعم، نبقى في السياسات النقدية للبنوك المركزية، أيضا ننتظر يوم الخميس قرار بنك إنجلترا المركزي بشأن سياسة النقدية، توقعاتك لقراره؟ من المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك الرفع الأول في أسعار الفائدة خلال عقد من الزمن. بالتالي هذا هو الأكثر ترجيحا، أن يكون هناك رفع وتوجه لتشديد السياسة النقدية تحت فرض ارتفاع مستويات التضخم وضرورة احتوائها من خلال السياسة النقدية وتشديد السياسة النقدية بعض الشيء، لكن ذلك لا يعكس يعني تحسن في الاقتصاد البريطاني إجمالا، وإنما هي إجراءات وقائية حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة وحتى لا ندخل في مرحلة هايبر انفليشن أو تضخم جامح. بالتالي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية في المرحلة الحالية، وبلا شك سيدعم ذلك الباوند. نعم، سيدعم الباوند، يعني إلى أي مستوى سيكون الباوند؟ تقريبا الباوند حاليا عند مستويات مقاومة على المدى المتوسط الديلي عند مستويات 32.22 1.32.22 أمام الدولار الأمريكي. رفع أسعار الفائدة بلا شك سوف يدفع أسعار الباوند أمام الدولار الأمريكي بلا يقل عن 150 نقطة بالاتجاه الصاعد، إذا كان متوافق مع توقعات يعني التوقعات إجمالا، لأنه هل سيكون هناك مزيد من الرفع في الفترة القادمة أم أنه يعني رفع واحد وانتظار لفترة طويلة حتى يكون هناك تحسن في البيانات البريطانية؟ نعم، ما أبرز ما تترقبه الأسواق خلال هذين اليومين؟ مثل ما ذكرنا محضر اجتماع الفيدرال الأمريكي هذا أهم شيء، إضافة إلى قرار السياسة النقدية من المركزي البريطاني. لعل القرارات البنوك المركزية هي المحرك الأبرز خلال تعاملات هذا الأسبوع على وجه التحديد، وكنا بانتظار بيانات مثل الـ CPI صدرت اليوم من أوروبا، كانت إلى حد ما مختلطة بعض الشيء، لكن الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الفيدرال الأمريكي الذي ممكن أن يحرك الأسواق بشكل كبير جدا خلال تعاملات يوم الخميس. نعم،
سيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.